سموك ابريف من سموك تك. السلام عليكم، معكم اتش، واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من اتش فيبينج. الشانل دي عن الفيبينج او التبخير الالكتروني، فلو انت اصلا مش مدخن يشرفني مرورك من باب العلم بالشيء، ويا ريت بلاش تجرب. اما لو انت مدخن وحابب تعرف اكتر عن الفيب كوسيله فعاله للامتناع عن التدخين، احب افكرك ان انت المسؤول الاول والاخير عن اي حاجه هتجربها، مع مراعاه السن الرسمي المسموح بيه للتدخين في بلدك. ايه بريف جاتني النهارده عشان الفيديو ده من سموك تك. حقيقه انا بشكرهم، كالعاده هتلاقوا اللينك بتاعهم في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الكيت او الباقه عباره عن مود وتانك. التانك اتكلمنا عنه قبل كده في الفيديو بتاع الاي بريف، هو تانك التي اف في 12 برنس من سموك. ولكن الاضافه اللي ضافوها للتانك المره دي هي الدول مش كويلز بتاعه التانك ده. اما فيما يتعلق بالمود، فاحنا النهارده بنتكلم عن مود 12 سلندر، مود في 12، كشكل مستوحى من شكل محركات السيارات الفارهه او سيارات السباق، وكبرفورمانس او كاداء بتاع الشبايه بتاعه المود ده فعلا حقيقي هو 12 سلندر. المود مصنوع من خامه الزنك الوي، بيشتغل ببطاريتين 18650 وبيشتغل لغايه 230 واط. الكيت بتنزل بالالوان اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي، وعندك مطلق الحريه ان انت تشتري المود لوحده او انك تشتري الكيت على بعضها، المود مع التانك. عشان ما نضيعش وقت يلا بينا نعمل انبوكسنج للكيت، نتعرف على العلبه وعلى محتوياتها، وهرجع لكم تاني وهقول لكم رايي فيها بالتفصيل. علبه من بتوع سموك، هنا مكتوب اللون كالعاده رغم ان اللون مرسوم على العلبه من بره. مكتوب هنا نيو في 12 برنس دول مش كويل، يعني هو نفس التانك الفي 12 البرنس بتاع سموك، ولكن باستخدام دول مش كويل. ده شكل الجهاز، ابريف كيت. من هنا بيدي لك خلفية عن الكويلز اللي موجودة جوه. في 12 برنس دول مش، ده البري انستولد اللي راكب بمقاومة 0.2 اوم دول كويلز، يعني كويل ثنائي. بيشتغل من 50 ل 80 واط، والبست بتاعه من 65 ل 75. الكويل الثاني اللي جاي انكلودد جوه في 12 برنس ماكس مش، وده بمقاومة 0.17 اوم، بيشتغل من 70 ل 130 واط، البست بتاعه من 100 ل 120 واط. حقيقي ان هم يكتبوا كل التفاصيل دي على العلبة من بره، دي لفتة حلوة من سموك. هنا الناحية دي موجود السكراتش كود اللي انت بتدخله على الويب سايت عشان تتأكد ان المنتج اللي معاك اصلي. وفي الظهر كالعادة بيكون موجود نبذة عن الجهاز باللغة اللي سموك بيحبوا ان هم يتكلموا بيها، ومحتويات العلبة وبعض التحذيرات. وطبعا النبذة اللي هم هنا كاتبينها عن الديزاين بتاع الجهاز انه مستوحى من شكل المحركات بتاعة سيارات السباق او السيارات الفارهة. هنعرف اكتر عن الموضوع ده لما نفتح العلبة. جوه العلبة عندنا طبعا المود زي ما احنا شايفينه، هنرجع له دلوقتي. عندنا تانك التي اف في 12 برنس من سموك، كابل الشحن وتحديث السوفت وير، كيس الاكسسوارز اللي بيشمل على الاورينجز، الازاز السبير العادي بتاع التانك مش البابل، لان البابل جاي راكب على التانك، ده الازاز السبير العادي، كتيب تعليمات التشغيل من سموك، كارت التحذير بتاع البطاريات ما تستخدمهاش لو فيها اي عيب من العيوب دي، وكارت الضمان للدول اللي بتدعم الضمان، وده الكويل الاضافي اللي بيجي مع الكيت. بصة سريعة على التانك طبعا مش هنتكلم فيه تاني، لان هو ده نفسه هو تانك الـ TF V12 برنس من سموك اللي انا شرحته واتكلمت عنه في الفيديو بتاع الاي بريف، هتلاقوا اللينك بتاعه في الكارت اللي هيظهر فوق دلوقتي حالا. والحقيقي اللي يستاهل ان هو يتوقف معاه النهاردة هي الكويلز بتاعت سموك الجديدة، ده الكويل اللي جاي راكب جوه التانك، وزي ما قرينا مواصفاته على العلبة من بتاعة الجهاز من برة، مفيش داعي ان احنا نكررها تاني. وده الكويل الاضافي اللي بيجي جوه العلبة، يبقى دول كده الكويلين. الحقيقة يعني سموك قفزت قفزة رهيبة في مجال الكويلز. جايز الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو نفس شكل الكويلز اللي احنا شفناه في الريفيو بتاع السبيشيز برضو من سموك، ولكن هنا الحجم مختلف تماما. هنشتغل بيهم وهنجربهم وهنشوف اخبارهم ايه والدنيا فيها ايه، ولكن ده الشكل العام بتاع الكويلز. هشتغل بنفس الكويل اللي كان جاي راكب جوه التانك اللي هو الدول مش كويل، اللي هو الاكثرهم حنية، اللي هو البست بتاعه من 65 ل 75 واط.
الليكويد اللي هستخدمه النهارده هو كي دي بي، هو عباره عن كوكتيل فواكه غريبه كده زي ما احنا شايفينها، ولكن هو طعمه والفليفر بتاعه جميل من جراند اي ليكويد. عملت برايمنج للكويل وركبته جوه التانك وقفلت التانك وعبيت التانك، ولكن هنا الجدير بالذكر، وانت بتعمل برايمنج للكويل حاول ان انت تحط كميه ليكويد مناسبه، لان انت عندك كميه قطن كتيره جدا الصراحه. هنسيب ده شويه وهنرجع له تاني. المود بقى هو حدوتة النهاردة، زي ما قلنا وزي ما سموك كاتبين على العلبة، هو مفروض مستوحى من محركات سيارات السباق الفارهة. عندي هنا مكتوب سموك، دي الشاشة وده الاستيكر اللي على الشاشة. هنا عندي زراير البلس والماينس، وعندي فتحة اليو اس بي بورت، ولكن برضو الجدير بالذكر وحاجة احييهم عليها ان هو عمل البلس الناحية دي والماينس الناحية دي. المود من تحت باب البطاريات بتاعه ستيبل جدا، الدنيا ماسكه نفسها جدا كالعاده. زرار الفاير بطول المود بالكامل زي عاده سموك. فوق عندي هنا ال 510 كونكشن سبرينج لودد، يعني على سوسته نظيفه ومتماسكه وما فيهاش اي مشكله. عندي هنا بس حتتين البروز دول، طبعا هم شكلهم جميل عشان يكملوا الشكل العام بتاع المود ورسمه الموتور او المحرك اللي هم عاملينه، ولكن يعني هيأيدوك شوية لو حبيت انك تركب فوق هنا تانك يكون القطر بتاعه اكتر من 25 او 26 ملي بحد اقصى، مش هيركب معاك بسبب الشفتين البرزين اللي هنا، ولكن انا شايف ان هي ما تعتبرش مشكلة كارثية يعني. طبعا المد عندنا هنا من ظهره زي ما احنا شايفين برضو مستوحى من تصميم المحركات. كعادة بتشد الجزء ده الباب بيتفتح، باب البطارية عندي هنا بوزيتيف وعندي هنا نيجاتيف. برضو كالعادة سموك مش عايزين ان هم يعملوا الكلام ده بالابيض، رغم ان هو هيسهل حاجات كتير قوي. وكالعادة برضو عندي من جوه هنا، معرفش هتبان في الكاميرا ولا لا، عندي البوزيتيف والنيجاتيف مكتوبين جوه هنا. هركب البطاريات، ادي البوزيتيف وادي النيجاتيف. نقفل الباب، الباب بيتقفل وشكرا، الدنيا زي الفل. 1 2 3 4 5، جهاز بيفتح. سموك حركاتك يا سموك، ابريف اصدار السوفت وير بتاعه. ندخل بقى على الشاشه والسوفت وير. طبعا عندي هنا A وB، ده مستوى شحن البطاريات، عندي الاوم او المقاومه، الفولت، الوات، وضع النورمال، واحنا كده على وضع الوات، وده العداد اللي بيبين لك اخر باف. نركب التانك عشان نقدر ان احنا نستوعب اكتر. زي ما احنا شايفين التانك لما بيركب واخد وضعه ويا دوبك الدنيا مظبوطه. طبعا ركبت التانك فبيسالني نيو كويل، مع اول ضغطه فاير بيسالني نيو كويل يس ولا نو، فانا بختار يس او نو. هنا يس، وهدوس ضغط على زرار الفاير عشان ااكد اختياري. كده ارى المقاومه بتاعه الكويل، هو اريها 0.25 بلس وماينس، طبعا بيزود بمقدار 0.1 واط لغايه ما يوصل عند 100 واط، ويبدا ان هو يزود بمقدار 1 واط كامل في الضغطه الواحده. ادي فوق ال 100 واط، واط كامل في كل ضغطه. الصراحه معدل صعوده ونزوله تحت ال 100 واط انا شايف ان هو معقول جدا، ما عنديش اي مشكله معاه. طبعا زي ما قلنا الكويل اللي راكب ده البيست بتاعه من 65 ل 75، انا هحطه في رينج البيست بتاعه، ما عنديش مشكله. اختصارات مفيده، بلس مع زرار الفاير بيخليني اختار ما بين وضع السوفت والنورمال والهارد، كل اختيار باكده بضغطه طويله على زرار الفاير. ماينس وفاير مع بعض بيخليني اختار في اوضاع التحكم الحراري ما بين التيتانيوم، النايكروم، الستينلس ستيل، او وضع الميموريز، بختار الوات زي ما هو. ضغطه طويل على زرار الفاير برضو عشان ااكد اختياري. 5 ضغطات على زرار الفاير بيقول لي لوك. لوك هنا بيقفل كل حاجه، بيقفل البلس، بيقفل الماينس، وبيقفل حتى زرار الفاير. 1 2 3 4 5، انلوك. كده الدنيا رجعت زي الفل. بدخل على المنيو من خلال 3 ضغطات على زرار الفاير، 1 2 3. اول اختيار في القايمة برضو انا بختار ما بين وضع الوات او التحكم الحراري بمختلف انواعه. هنا طبعا بعد ما بختار وضع الوات بدوس ضغطة طويلة، بينزلني هنا بيقول لي انت عايز كام وات، هنقول مثلا 70. ضغطة طويلة بيخليني اختار البري هيت فانكشن، هل هو نورمال ولا سوفت ولا هارد. بدوس فاير، انا كده اكدت اختياري. بدخل على باف سيتنجز، اني انا لو عايز احدد عدد معين كحد اقصى للبافس اللي انا بختارها او باخدها،
لو مش عايز بخليها نيفر زي ما هي. ضغطة طويلة على زرار الفاير هينقلني على القائمة اللي بعديها باف كلير. انا لو عايز اصفر عداد البافس اللي انا خدتها هنا اوريدي 5 بافات، هدوس شغله كده وهدوس ضغطة طويلة على زرار الفاير، شكرا كده الدنيا اتصفرت 0 باف. القائمة اللي بعديها السكرين كولر، بختار الوان الشاشة ايه اللون اللي انا عايزه، عندي اكتر من لون اقدر اني انا اختار منه، ضغطة طويلة بثبت الاختيار. هنا بيقول لي سكرين تايم او مدة الشاشة لغاية ما تضلم قد ايه، بقدر اني انا برضو اختار انا عايز كام ثانية. اوتو لوك، ودي حاجة جديدة ان هو يعمل لوك اوتوماتيك، انا بختارها يس او نو، هخليها يس وهدوس ضغط على زرار الفاير. دي القائمة اللي بعديها باور اوف يس او نو، في الحالة اللي عندنا هنا هقول له نو شكرا. انا كده خرجت رجعت تاني للوضع الرئيسي بتاع الشاشة، كده المنيو بتاع الجهاز خلص. الصراحة اقصر واسهل واخف منيو انا شفته، ودي كانت باقة سموك اي بريف. يلا بينا اقول لكم الدنيا فيها ايه. دي كانت باختصار باقة اي بريف من سموك. سموك حقيقي راكبة صاروخ طالعة بيه لفوق. انا زمان كان عليا تحفظات كتير على منتجات شركة سموك، ولكن في الفترة الاخيرة فعلا هم مش بس بيحسنوا او بيطوروا، لا هم حرفيا راكبين صاروخ طالعين بيه لفوق. السر ورا البرفورمانس او الاداء بتاع المود ده هو شيبسيت جديدة من سموك اسمها ارم ام 4. الشيبسيت دي نجحت فعلا ان هي تخلي الاداء بتاع المود سواء كاستجابة لضغطة فاير يعني هيت زي ما بنسميها بلغة الفيب، او كاداء في المنيوز في السيتنجز في الكلام ده كله، فعلا في حتة تانية خالص. الحقيقة انا ماليش اي تحفظات على الباقة دي غير بس موضوع التانك التي اف في 12. انا عن نفسي مش بحبه او مش بحب التانكات الكبيرة او مش بحب التانكات اللي السحبة بتاعتها او النفس بتاعها واسع قوي، ولكن ده ما يعتبرش عيب نهائيا، ده مجرد رأيي الشخصي. التانك فعلا مع الدول مش كويلز مطلع فليفر اضعاف اضعاف الحلاوة اللي كانت طالعة منه في الكويلز العادية، بس النفس بتاعه فعلا واسع. بالنسبة للناس الفليفر تشيسر اللي بيحبوا الفليفر اكتر، انا انصحهم بالكويل الصغير اللي هو البيست بتاعه من 65 ل 75 واط. بالنسبة لحجم الهواء اللي داخل، انا عن نفسي كنت قافل 3/4 الاير فلو، لان فعلا التانك نفسه واسع جدا. اما بالنسبة للناس الكلاود تشيسرز اللي عاملين ابجريد على الرئة، عندهم القدرة ان هم يتحملوا كمية البخار دي كلها، الكويل الثاني هيكون هو الحل الافضل بالنسبه لهم، وفعلا هيحقق لهم كميه البخار اللي هم عايزينها او بيدوروا عليها. موضوع الاوتو لوك اللي احنا شفناه اثناء الانبوكسنج، انا شايف ان ده فعلا ميزه متطوره جدا ومفيده جدا في الباقه دي. هو فكرته انك لما بتشغل الاوتو لوك ده، بمجرد ما بتعدي مده الانتظار بتاعه الشاشه اللي انت محددها بنفسك في السيتنجز، واللي زي ما انا حددتها كانت 60 ثانيه، بعد كده الجهاز بيعمل اوتو لوك لكل الزراير. فلو انت واحد من الناس اللي بترمي جهازك في شنطتك او في جيبك او بتنساه او بتسقط موضوع انك تعمل لوك او الكلام ده كله، مش هتقلق ومش هيحصل اي فاير لا ارادي من غير ما انت ما تكون واخد بالك من الجهاز. ففي الحاله اللي زي دي بتحافظ على الكويل، بتحافظ على الليكويد، بتحافظ على الجهاز، وبتحافظ على نفسك. حقيقي انا شايف ان دي افضل واجمل اوبشن في الجهاز ده كله. الخامات اللي مصنع منها المود، الفينيشنج بتاعه متماسك جدا، حجمه ووزنه انا شايف ان هو مناسب جدا. حقيقي الباقه اكثر من رائعه. الباقه متوفره عند مين او هتتوفر عند مين باختلاف البلد اللي انت فيها، الكلام ده كله هتلاقوه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو، وبيتحدث باستمرار كل ما بتجيني اي معلومات جديده. ولكن دايما بكرر، قبل ما تشتري الباقه اتاكد ان الكويلز بتاعتها، وخصوصا ان دي كويلز جديده، متوفره في البلد اللي انت فيها. بشكركم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ويلا نلحق نفسنا.